دلوقتي جه معادنا مع جولتنا اليوميه في بلاط صاحبه الجلاله مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الجالي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. منورنا استاذ محمد. نوركم. قبل ما نبدا فقرتنا هنروح نستعرض ابرز عناوين الصحف ونرجع مره ثانيه. هنبدأ مع حضراتكم هذه الجولة من حرب إبادة اللي بتاخدها إسرائيل ضد أهل غزة. هنقرأ من مجلة روزا اليوسف هذا العنوان: النضال ضد العنصرية والاحتلال قضية لا تسقط بالتقادم. فريق دفاع جنوب إفريقيا يقاضي المحتل الصهيوني لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. عنوان آخر من جريدة اليوم السابع وهو: محكمة العدل الدولية تحرك المياه الراكدة للرأي العام العالمي. عنوان ثالث من نفس الجريدة: محاولات إسرائيلية يائسة للإفلات من تهمة الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية. السؤال الأهم اللي بيتبادر في ذهن الواحد يا أستاذ محمد هو توقعات إيه هي بخصوص هذه الجلسات وهذه المحكمة وتأثيرها على إسرائيل؟ هل هيكون ليها فعلا تأثير في مجرى الأحداث؟ يعني بالفعل خلينا نوجه التحية لدولة جنوب أفريقيا على هذا على هذه المبادرة المهمة اللي فضحت إسرائيل أمام العالم. وقبلها كان في تحركات كثيرة من دول عربية وعلى رأسها مصر لفتح الممارسات الإسرائيلية. وأنا يعني وجهة نظري أن ما حدث في غزة من جانب إسرائيل هي جريمة القرن وجريمة كل الجرائم. وإذا كنا نتحدث عن نتنياهو ك ك ك ك ك كمجرم حرب بالفعل، نتنياهو مجرم حرب ويتعامل بغباء، مثله مثل جورج بوش الابن الذي قام بضرب العراق واحتلال العراق ولم تعد العراق إلى ما كانت عليه. هناك أصوات في إسرائيل نفسها تحدثت عن هذا الغباء الذي صدر عن مسؤولين إسرائيليين وأرفقتها جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي كله مسجل بالصوت والصورة. لذلك إسرائيل يعني جن جنونها لأنه كل موثق بالصوت والصورة والحاجات دي. هذه المحاكمة لها شقين، شق عاجل وشق موضوعي. أما الشق العاجل إذا يعني طبعا وشفنا وتابعنا المحاكمة على مدار يومين الخميس والجمعة وما فندته جنوب أفريقيا من دلائل ورهائن، وده بيؤكد ويبرر ما تفعله إسرائيل بحق الصحفيين ووسائل الإعلام واستهدافها ليهم وقتلهم وقتل أسرهم عشان خاطر نقل الحقيقة للعالم. وهي دائما تزيف
الحقائق ويعني لي زراع الحقائق دائما. وبالتالي لها شقين، شق عاجل وهو ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري في غزة، وشق موضوعي وهو المتعلق بموضوع الإبادة الجماعية. أنا أعتقد أن من وجهة نظري يعني خلال مجريات هذه الأحداث يمكن أن تصدر المحكمة قرارا بوقف التصعيد العسكري في غزة، وهذا ما يستهدفه العالم الآن ومصر على رأس هذه الدول بضرورة وقف إطلاق النار، وهذا ما يشدد عليه رئيس السيسي دائما. فيما يتعلق بموضوع الإبادة الجماعية، لو أقرت المحكمة بذلك سينتقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم وفقا للصور والدلائل والوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا يمكن أن يتحرك مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بأن تتوقف هذه الحرب فورا. هناك أشياء أخرى يمكن تعويض أهالي غزة عن كل ما تم إقراره، موضوع إعادة الإعمار مرة أخرى، عدم تهجير الفلسطينيين وخروجهم من غزة. هذه كلها يعني شقين في هذا الأمر، وهذه فعلا المحاكمة حركت المياه الركض. طيب احنا لسه مستمرين في حديثنا عن أصداء المحاكمة الدولية لجرائم دولة الاحتلال في غزة، وبنقرأ عنوان من جريدة الوطن: جريمة القرن، 100 يوم قتل وحرق وتدمير في غزة. وعنوان تاني من جريدة الدستور: 100 يوم من التوحش. حضرتك بتشوف ازاي الاحتلال في غزة حول غزة إلى بركة دماء؟ يعني قد بدت البغضاء من أفواههم يعني، وما تخفي صدورهم أكبر بالنسبة للمحتل الإسرائيلي. نتنياهو تحدث عن حركة حماس وصفها بالعماليق. العماليق ده مصطلح في الأساطير التوراتية بيؤكد على إبادة الشعب اليهودي، استخدمه نتنياهو ليؤكد عقيدة حتى الجيش الإسرائيلي التي يعني المتسمة بالعنصرية والتمييز وكل ما يمكن أن يوجه لذلك. وبالتالي هذه الجرائم الوحشية كما قلت وذكرت إنها جريمة القرن، وفضحت إسرائيل أمام العالم. واليوم هم يتحدثون في المحاكمة وفريق الدفاع القانوني الإسرائيلي عندما يتحدث عن معبر رفح مثلا، هذا يؤكد على أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح. يعني إذا وجدت أن إسرائيل وممثليها يهاجمون الدولة المصرية، فاعلم أن مصر على الطريق الصحيح، لأنها لم تنفذ كل ما تريده إسرائيل. موضوع التهجير فضحتهم أمام العالم، جعلت المسؤولين الدوليين يذهبون إلى معبر رفح ويشهدون، ولو كانت هناك أي أمور مما يدعيه الجانب الإسرائيلي بشأن مصر فهذا سيكون على لسان المسؤولين الدوليين، لكن كانت هناك إشادات دولية بتحركات مصر. البيان الذي صدر عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بيان واضح وشفاف وصريح، ويؤكد على أن المحتل الإسرائيلي يريد أن يلفت انتباه العالم ويجره بعيدا عن ممارساته الوحشية وجرائمه الإبادية بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي وهنا لابد أن يعني نؤكد على بعض الأشياء الحقيقية، أن مصر منذ الأزمة عندما مثلا صنفت جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لأنها قامت بأفعال ضد الجيش وضد الشعب المصري، لكنها في نفس الوقت وقفت مع المقاومة وحركات المقاومة، ولم تصنف مثلا حماس كجماعة إرهابية. لذلك لابد أن يعني نأخذ الأمور ونضعها في نصابها. موقف مصر مشرف، موقف مصر مضيء، وما يحدث حول مصر الآن يؤكد على أن الدولة المصرية موقفها واضح ومشرف وتقف صفا واحدا وأمام. والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عندما تحدث عن يعني جنوب أفريقيا، عندما قدمت هذه الأمور ونحن يعني على وشك 100 يوم من الحرب الإسرائيلية، الرئيس السيسي من 11/11 أمام القمة العربية الإسلامية في السعودية تحدث عن ضرورة تقديم هذه الانتهاكات إلى المحاكم الدولية وكأنها جرائم حرب. فالرئيس السيسي هو أول من تحدث على ذلك، ولم يجرؤ أحد
أن يتحدث في كلمته مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب. خلينا ننتقل من ملف غزة إلى الشأن المحلي المصري، عشان كده هنقرأ من جريدة اليوم السابع هذا العنوان: مؤشرات إيجابية في 2023، 38 مليار دولار صادرات متوقعة بنهاية العام بنسبة ارتفاع 7%. من مجلة روز اليوسف: مصر تقدمت 13 مركزا في مؤشرات الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة. عنوان آخر من جريدة اليوم السابع: الطاقات المتجددة كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية ب 83 مليار دولار. محددات الجهود اللي بتبذل في هذا الإطار، إزاي حضرتك شايف إن هي تسهم في إحداث نقلة نوعية، خلينا نقول في تعزيز النمو الاقتصادي؟ خلينا نقول مصر لديها مزايا تنافسية هائلة في هذا القطاع، في قطاع الطاقة. مصر بتعد ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في أفريقيا بعد الجزائر. لو تحدثنا عن هذا الأمر سنجد لدينا إمكانيات هائلة فيما يتعلق بطاقة الرياح، الطاقة الشمسية مثلا، يعني هناك توقعات بأن تشكل طاقة الرياح حوالي 14% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهذه رؤية مصر 2030. أيضا تصل مشاركة الطاقة الشمسية إلى حوالي 25% والكهرومائية إلى 2%، ولدينا موارد هائلة من الطاقة الشمسية بحوالي 74 مليار ميجا وات سنويا، وهذا بيؤكد على أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح في هذا المجال، جنبا إلى جنب مع كل ما تبذله الدولة المصرية من الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر حتى في مدن الجيل الرابع ورؤية مصر 2030. وهذا بيؤكد على أن سيكون هناك عوائد استثمارية مهمة للدولة المصرية في هذه القطاعات. مصر لديها الموارد ولديها الإمكانيات، لكن كانت تحتاج إلى قرار سياسي رشيد وحكيم وقرار فاعل، وهو ما يعني عمل عليه الرئيس السيسي منذ 2014 حتى الآن. جميل، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الجالي على وجودك معنا في هذا الصباح. نورتنا أستاذ محمد. أنا اللي بشكركم وشكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك طيب. وحضرتك طيب.